عندما قال نابليون بونابرت عبارته الشهيرة: وراء كل رجل عظيم امرأة. كان يستلهم من التاريخ قصص وحكايات لعظماء كانت لزوجاتهم دورا كبيرا في نجاحهم الكبير وتحقيق الانتصارات التي أبهرت العالم. وإن اختلفت الأقاويل حول قصد بونابرت بهذه العبارة وأنه قصد تمجيد نفسه، ولكن في الحقيقة هي عبارة تفسر نفسها. فإذا طالعت كتب التاريخ وتفحصت حياة عظماء التاريخ ستجد أن زوجاتهم كان لهن الداعم الأكبر لهم لتحقيق كل تلك الإنجازات التي لا زلنا نتحدث عنها حتى الآن. لا يشرد ذهنك بعيدا عن أكبر معين لزوجها في مشوار الحياة وأكبر داعم لزوجها في تاريخ الفتوحات، حمد دمشق من احتلال الصليبيين بعد وفاة زوجها الأول. فلتحلق معنا على بساط رحلتنا لتعرف أكثر عن عصمة الدين خاتون زوجة صلاح الدين الأيوبي أتحدث. وهذا يا سادة يا كرام عصمة الدين خاتون ابنة معين الدين أنر الذي كان يحكم دمشق. ووفقا لما ذكره المؤرخون فقد نشأت في بيت جهادي، حيث كان والدها معين الدين يتولى شؤون الدولة في بتة الأتابك، وتعلمت منه الأدب والصبر والذكاء. ثم أصبح والدها حاكم لدمشق وحكمت في المدينة بالنيابة عن سلسلة من الأمراء الشباب من سلالة بورين. لقد كانت مصيبة كبرى حلت على دمشق بعد وفاة حاكمها نور الدين زنكي، خاصة أن خطر الصليبيين الذين يحتلون بيت المقدس مستمر على تلك المدينة المهمة. فوجدت عصمة الدين خاتون نفسها أمام مسؤولية كبيرة تتمثل في الحفاظ على بلادها من عدوان الصليبيين. فظلت خاتون في قلعتها بدمشق تزيد من أعمال الخير والبر، وهو ما جعل نور الأول الذي كان يحكم بيت المقدس حينها وتابعا للصليبيين وفاة نور الدين زنكي، وهو ما أحدث حالة خلل كبير في مدينة دمشق وجيشها، خاصة أن وفاة زنكي كانت مفاجأة وبالتالي لم تستعد المدينة لمرحلة ما بعد زنكي. يذهب نور الأول بجيش من بيت المقدس في محاولة للسيطرة على مدينة دمشق، والتي استولى عليها ستكون ضربة كبرى للمسلمين. وبالفعل حاصرها لمدة أسبوعين كاملين، إلى أن المدينة واجهت هذا الخطر بكل شجاعة بقيادة عصمة الدين خاتون، والتي عرضت على نور الأول الهدنة ورفضها في البداية، حتى تنازلت له عن مبلغ كبير كانت تدفعه لخزينة المسلمين، وحررت سبيل عدد من الجنود الصليبيين التابعين لبيت المقدس لتنجح الهدنة ويعود حاكم بيت المقدس من حيث أتى، وتحافظ عصمة الدين خاتون من خلال حكمتها على دمشق من الاحتلال الصليبي. وهذا يا سادة الكرام بعد وفاة نور الدين زنكي، سعى صلاح الدين الأيوبي الذي كان يحكم مصر حينها من توحيد راية المسلمين وجعل كل المدن الإسلامية تخضع لسلطته بعد مصر، كي يستطيع بعدها مواجهة خطر الصليبيين. وكان من بين البلاد التي سعى صلاح الدين الأيوبي لضمها تحت قيادته مدينة دمشق، أحد أكبر مدن المسلمين حينها. فدخل دمشق وتزوج من عصمة الدين خاتون، والتي كانت معروفة بمواقفها البطولية وأعمالها الخيرة في دمشق، ليختارها صلاح الدين الأيوبي زوجة له تعينه في مشواره الصعب المتمثل في تحرير أراضي المسلمين من الصليبيين وفتح المسجد الأقصى. وبالفعل كانت له السند والمعين وناصحة أمينة له في كثير من أمور الدول، خاصة أنها تتمتع بالحكمة والذكاء والذي اكتسبته من والدها معين الدين وزوجها المتوفي نور الدين زنكي. وبعد زواج صلاح الدين الأيوبي لها أعلن نفسه وصيا على العرش في دمشق، ثم أعلن نفسه سلطان على كل من الشام ومصر.
وهذا يا سادة يا كرام لقد كانت عصمة الدين خاتون نعمة الزوجة التي تشد من عضد زوجها وتشجعه على تحرير أراضي المسلمين وتدفعه نحو الجهاد لفتح الأراضي من أيدي الصليبيين، وكان لها دورا كبيرا في محاولة إصلاح المجتمع والنهوض به أيضا. لقد خصصت أموالا طائلة من أجل أعمال الخير وتعليم الأمة وتربيتها، وساهمت في بناء مدرسة في دمشق واشتهرت فيما بعد بالمدرسة الخاتونية، وكانت تكثر من تدارس القرآن وقيام الليل وتجتهد في الطاعة، وأسست تربة بقاسيون على نهر برداء بجانب تأسيس الكثير من الأوقاف لها. فقد كانت من أحسن النساء وأعفهن وأكثرهن خدمة لدينها. قد كان زواج خاتون من صلاح الدين الأيوبي زواجا سياسيا بالدرجة الأولى، وهدفه هو توحيد الإمارات الإسلامية استعدادا لاستعادة بيت المقدس من أيدي الصليبيين. ومع الأسف قبل وفاتها أوقفت مجموعة من الأعمال لصالح الفقراء وطلبة العلم، فللأسف توفيت قبل أن يتحقق حلمها وهو تحرير بيت المقدس، ولكنها ساهمت بشكل كبير في التمهيد لتحريره بفضل جهودها في دعم زوجها الأول نور الدين محمود زنكي وزوجها الثاني صلاح الدين الأيوبي. ونهاية أقتبس قولي من أحدهم حين قال: المرأة القوية هي التي تغير العالم إلى الأفضل، وهي التي تعلم أطفالها كيف يكونون أقوياء، وهي التي تساعد زوجها على تحقيق أحلامه. ولو كانت عصمة خاتون على قيد الحياة لقالت: يا قدس عذرا فما أحرفي تجدي، وماذا ستجدي؟ فصبرا أيا قدس لا تجزعي، فإنا لأجلك دوما نثور، لأقساك نبيع الحياة، وللخوف لا نمد جسور. أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم. أراكم بفيديو أجمل، والسلام عليكم.